يجب على الإنسان ينظر لكل شيء ينظر له بإيجابية وبجمال. يا سلام. يعني لا تحاول تنظر للأشياء بأي سلبية، خاصة من النظرة الأولى، وهذا يتأصل في نفسيتك وفي ثقافتك وإلى أن ترتقي بذوقك. يا سلام. مهما يعني عفوا على الآن يقولون الفلاسفة، يقول ما في امرأة إلا جميلة، بس نظرة الإنسان هي التي تجعلها جميلة أو أقل جمال. نظرتك أنت ربما في أشياء تعجبك في المرأة تجعلها عندك جميلة، يزيدها جمال وتجعلها جميلة. يعني لذلك يجب الإنسان أن ينظر لكل شيء بجمال إلى أن يكتشف غير ذلك. قصتنا اليوم حول نظرتنا إحنا إلى الآخرين. تقال هذه القصة أنه في رجل مهم في أحد أو شخصية كبيرة جدا في أحد الدول أو أحد القرى أو المدن، وطلبوا من جميع الرسامين يرسمون هذا الرجل، بيسوون له يعني رسمة جميلة، والكل لا يستطيع أن يرسم هذا الرجل. لماذا؟ الرجل هذا عنده نص الحاجب متآكل، وعنده رجله اليمنى أعرج، فما يقدرون يرسمونه. الكل يبتعد عن كل ما كلفه رسام قال والله ما أقدر، اعتذر. ليه؟ لأن خوفا من هذا الشخصية ربما يعني يطلع بشكل غير مقبول. فأتوا برجل موهوب مرح جدا، ما عنده يعني الدنيا عنده سهلة جدا، قال أنا سأرسم هذا الرجل. قال شف ترى ترسمه كما هو، مو تجي تصلح لي حاجب وتخلي أسود، لا، إحنا كما هو يجب أن يشوفونه. طبعا لازم يرسمه بصورة جميلة. فكر فكر فكر، قال جيبوا لي بندقية أو مثل مشوزن أو نعم. فوضع هذا الرجل، ماذا فعل؟ ما في شك الإنسان أي واحد بيرمي لازم أن يسكر عينه، فأغلق عينه يرمي ونحى برجله اليمنى تحت حتى يرمي، فصارت أجمل صورة وأجمل لوحة. لما هذا يعطينا انعكاس أن احنا ما يجب أن نأخذ صورة سلبية عن أي إنسان، ترى كل إنسان جميل والله سبحانه وتعالى وزع الجمال، ولكن الأهم هي نظرتنا لهذا الرجل أو هذه المرأة أو هذا الشيخ أو هذا الطفل. لابد لكل إنسان به شيء من الجمال، وهذا اللي أدعو له، أنه ننظر لبعضنا ولغيرنا بنظرة الجمال، لأن نظرة إيجابية هذه.